تحدثت الفنانة صفاء جلال حول الانتقادات التي تلقتها بعد نشرها صورة ابنتها بالحجاب وما تسبب في إزعاجها، إذ دعاها عدد من متابعيها للتمثل بابنتها وتغطية رأسها بالحجاب، لذا خرجت الفنانة صفاء جلال للتعليق. دي الصورة اللي أثارت الجدل، شافوا بنتها بالحجاب راحوا منتقدين صفاء جلال على طول، قالوا لها ازاي انت مش لابسة حجاب زي بنتك، خليكي زيها. وهنا صورتها مع بنتيها، واحدة محجبة والتانية لأ، ودي صورتها مع البنتين وهم صغيرين، ودي صورتها مع بنتها اللي جابت لها الانتقاد. وقالت صفاء جلال أنها علمت ابنتها اختيار اتجاهاتها في الحياة بحرية، وأوضحت أنها تحاول الاهتمام بسلوكياتها، مؤكدة على أنه ليس معنى أنها لا ترتدي الحجاب أنها امرأة سيئة. وقالت صفاء جلال في برنامج التاسعة عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: هذا الكلام طبعا ضايقني وضايق بنتي، انا مش محجبة بس الحمد لله بعمل حاجات كتير كويسة، واختها اللي معانا في الصورة بتلبس حاجات متدلعة، وكل واحدة فيهم مختارة حاجة. انا امي محجبة واخواتي كلهم، وانا بحترم كل المحجبات وبحترم كل حد بياخد قرار وبيعيش بطريقة محددة. وتبعت: مش معنى ان انا محجبة اني بني ادمة وحشة، ومش معنى ان بنتي محجبة انها عظيمة، كل واحد فينا بيخطأ ويصيب ويحب ربنا بطريقته، انا بحب ربنا بطريقتي وبنتي بتحبه بطريقتها، وهي قررت تلبس الحجاب، ويا ريت نحجب لساننا قبل ما نحجب شعرنا. لو بتكرهوني وشايفيني وحشة ومن عالم الرذيلة، ما تتعبوش نفسكم وتاخدوا ذنب، بجد عايزة الناس تتقي الله شوية وتنصح بطريقة شيك، وأنا الحمد لله علاقتي بربنا جميلة. في المقابل علقت ابنتها سلمى على الانتقادات الموجهة لوالدتها، وقالت: هو بس الله أعلم بنوايا الناس، أنا ما بحبش أظهر مع ماما بسبب المضايقات، عشان ما بحبش مامتي تكون في موقف محرج زي كده، الموضوع انه انا بحتفظ بحياتي الشخصية لنفسي، والشغل والفن هو اللي بيبقى للناس، والفن مش حرام، انا في معهد سينما في قسم الرسوم المتحركة وبحب الرسم، قرار الحجاب اخد مني فترة كبيرة وبعمله لربنا ومحدش هيقدر يوقفني عنه. وكانت الفنانة تحتفل بوصول ابنتها لسن الـ20 مشاركة بالصورة محل الانتقادات عبر صفحتها الشخصية بالفيسبوك، وقالت لها لبنتها يعني: أمورتي الحلوة بقت طعمة ولها سحر كبير، النهاردة بنتي وأول فرحتي، تمت 20 سنة، كل سنة وانتي طيبة يا قلب أمك. وسرعان ما تلقت صفاء جلال التعليقات القاسية، فقالت متابعة لها: بنتك محجبة وانتي لأ، عيب عليك يا شيخ. وتابع حساب آخر: مش مكسوفة من بنتك لما تكون محجبة وانتي بشعرك، ربنا يهدي. لذا علقت الفنانة على هؤلاء المنتقدين قائلة: بجد شكرا على كمية الحسنات اللي اديتوها لي، وشكرا لكل اللي رد غبتي. ودي الصورة اللي أثارت الجدل، انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. ودي صور جميلة لصفاء جلال على البحر، كانت نشرتها على انستجرام، وهنا مع الفنانة المحبوبة لطيفة، وهنا مع بنتها، هي ليها بنتين سلمى وكرمة، وهنشوف بقى مين أسرار عن جوزها وهل اتجوزت كذا مرة.
من ناحية أخرى، وبعد تعرضها لإشاعات عن زواجها عدة مرات، ردت الممثلة المصرية صفاء جلال وكشفت حقيقة هذه الأخبار. ونشرت صفاء جلال صورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بزوجها، أرفقتها بتعليق جاء فيه: جوزي أبو بناتي وما اتجوزتش غيره. يعني اتجوزت مرة واحدة بس ونشرت صورتها مع جوزها. ربنا يوفقهم. وهنا نشرت برضو صورة ليها وهي صغيرة مع جوزها وكتبت: لما كنا صغيرين. ودي صورتها حاليا. ومن ناحية أخرى، وبعد اختفاء طويل عن الساحات الفنية، عادت الفنانة سيهان جلال للظهور من جديد، وذلك بعد 15 عاما من آخر ظهور فني لها في فيلم حرب أطاليا. ويذكر أن الفنانة سهام جلال ظهرت في نوفمبر الماضي في أحد اللقاءات التلفزيونية والتي قالت فيها أن المنتجين والمخرجين الشباب هم السبب الحقيقي وراء عدم ظهورها على الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، لأنهم دائما يختارون أبطال أعمالهم من الفنانين الشباب ولا ينظرون إلى الجيل السابق. وتابعت الفنانة المصرية أن اعتقاد الجمهور بأن الفنانة صفاء جلال شقيقتها هو اعتقاد خاطئ، ولكن البعض ربط بينهما نتيجة تشابه الأسماء وظهورهما في نفس التوقيت وبدايتهما في مجال الإعلانات وبعد ذلك التمثيل. يذكر أن سهام جلال بدأت حياتها الفنية كفتاة إعلانات، ثم اتجهت للتمثيل عن طريق فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية. ثم طلب منها الفنان محمود عبد العزيز أن تشاركه بطولة فيلم النمس، والذي يعتبر بدايتها الفعلية. دي سهام جلال في بداية ظهورها، هي مش شقيقة صفاء جلال، وده أحدث ظهور ليها. إيه رأيكم تغير شكلها؟ وهنا برضو في بداياتها. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.